الحقيقة الفقرة دي من الفقرات المحببة جدا لينا في 10 الصبح في الأهلي، ومن أكثر الأمور اللي احنا بنحب دايما نلقي عليها الضوء، لأن أصحاب الموضوع ده وأصحاب الملف ده وأطرافه يستحقوا مننا كل الدعم والتقدير والاحترام. هنتكلم في هذه الفقرة عن لعبة التنس الأرضي البارالمبي، وأكيد هنتكلم مع حضراتكم ومع ضيوفنا على الإنجازات اللي بتتحقق من قبل لاعبي منتخب مصر. خلونا نرحب بضيوفنا اللي منورينا، حسن عماد وعبد الرحمن صلاح، أبطال مصر في التنس الأرضي البارالمبي. صباح الفل عليكم. صباح الفل. صباح الهنا. وفي كده يقول لك دايما يعني الجواب باين من عنوانه بجد، هي حضراتكم تشوفوا ده كده جزء من يعني الجوائز اللي هم حصلوا عليها. قبل ما نخش في اي تفاصيل احنا لازم نعرف برضو حسن ولازم نعرف عبد الله ليه، يعني عبد الرحمن عفوا، ليه الجماهير؟ خلينا نبدا، هبدا معاك يا حسن. انت عندك كام سنه؟ شكلك ايه؟ كام سنه؟ 26. لا نو واي. لا 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 لا, لا. اصل انا لقيت دبله في ايده فهو ما شاء الله. كنت عايز اقول انا اديتك 15 سنه. لا مش قوي. ما شاء الله. لا ما يبانش فعلا. ما شاء الله يعني. قلت ازاي 15 سنه وخاطب ما شاء الله. حسن كلمنا اكتر، يعني خلي الناس تعرف اكتر عنك. انا اسمي حسن، 26 سنه، من اسكندريه. بلعب تنس من 2018، يعني فترة الحمد لله صغيرة. قبل التنس وقبل الفترة ديت كنت أصلا بلعب كرة قدم، وتعرضت بعديها للحادثة بس، وبعد الحادثة بقى الدنيا كلها اتغيرت وكل حاجة. كان في دروب يعني الله. كان عندك بعد الحادثة إحساس كده إن الحياة وقفت وبعدين طبعاً. يعني ما دي بقى الحتة اللي أنا عايزاك كمان تكلمنا عنها في قصة إن أنا من أزمة أخليها قصة نجاح، دي مش سهلة. طبعاً دخلت طبعاً في فترة يأس واكتئاب كبيرة، لأن الموضوع بالنسبة لي كان صعب. كنا طبعاً. لسه كنت بلعب كورة، كنا لسه مخلصين الدوري بتاع اسكندرية، كنت واخد أفضل حارس في مرمى في اسكندرية ومتكرمين. وبعديها خلاص انا شفت بقى الدنيا قفلت معايا، مش هعرف العب رياضه تاني. بس واضح انها فتحت قوي بعد كده الحمد لله. الحمد لله طبعا. الحمد لله. وعندي زمايلي بعد الدوري راحوا لعبوا في النادي الاهلي ولعبوا فريق اول. طبعا انا كنت بشوف دوت وانا قاعد في البيت مش عارف اتحرك. فالموضوع بالنسبه لي كان خلاص. طب اخر اول حركه اتحركتها بقى كانت امتى وبموجب ايه؟ بناء على ايه؟ انتفضت وقمت مره ثانيه وحققت اللي انت حققته ده بسم الله ما شاء الله. الاول خالص طبعا اهلي، والدي ووالدتي هم اللي ساعدوني طبعا ان انا اخرج من اللي انا كنت فيه، وان انا انزل الشارع تاني وابدا اتاقلم مع الناس وابدا احتك تاني مع الناس. لا مش هينفع ان انت تفضل قاعد في البيت. طبعا. لا عادي، ده مش نهايه الدنيا يعني. لا صح. ان شاء الله ربنا كاتب لك الاحسن والافضل، والحمد لله فعلا يعني. الحمد لله. بس مره كنت انا رايح الكليه، الناس معانا في الفريق، زميلتنا في الفريق شافتني واقترحت عليا ان انا اجي والعب معاهم التنس. طبعا ما صدقت ان انا هقدر العب رياضه من اول وجديد تاني، لان من قبلها انا قعدت ادور ان انا العب رياضه وما عرفتش اوصل لاي حاجه. فحسيت خلاص بقى يبقى لازم اروح بقى واجرب والعب رياضه من اول وجديد تاني. الحمد لله وابتدينا بقى المشوار من هنا. هنيجي بقى المشوار لما ابتديته ازاي وصلت طبعا للنجاح ده. بس برضو عبد الرحمن خلينا نسمع برضو، لازم الناس تعرف مين عبد الرحمن والانجاز اللي انت عملته برضو ازاي ده حصل. انا عبد الرحمن صلاح. انا طفل كان عندي 6 سنين، عملت حادثة في وقت يعني غير مناسب للاطفال ان هم بيحبوا يلعبوا ويجروا. صحيح. ولسه بيتعرفوا عن الدنيا ماشيه ازاي واللعب بيمشي ازاي. يعني طفل من طفولتي انا اتمنعت ان انا العب. ده في اي سن؟ انا 22 سنة. ده كان وقتها ست سنين حادثة. فكان الموضوع صعب جدا ان انا شايف صحابي، انا اولى ابتدائي يعني طبعا، كلهم بيلعبوا ويجروا وينزلوا الالعاب الا انا. الموضوع كان صعب نفسيا جامد قوي. جيت فترة قعدت في البيت، ما مش عايز اروح مدرسة، مش عايز اشوف حد حواليا. مش متقبل اللي انت خالص فيه اصلا. خالص لا، ان الموضوع صعب طبعا. صعب ان انت تفقد جزء وكده. لا صعب، ان كطفل صعب جدا. فوالدي طبعا فضل ورايا ووالدتي ان انت لازم تلعب رياضه، الموضوع ما ينفعش يقف هنا. بدات رياضه وانا عندي 9 سنين. اصغر لاعب بارالمبي لاعب رياضه، وكان كل اللي يشوفني كان في ناس ما ترضاش تمرني، لسه صغير قوي ده هياخد معانا وقت ومش هيعمل حاجه. يعني حبطوك يعني الواحد عايز يبدا حياه ناس عملت له احباط. هو يعني ده شيء غريب جدا الصراحه. هو الموضوع يعني محبط من كل حته ومقفول من كل حته الصراحه. برضو والدتي ووالدي ما وقفوش، هم ما يقلوش بطوله عنكم. هم الابطال والله فعلا، الاهالي دايما هم اللي سندونا ان احنا نوصل. طبعا طبعا يعني ليهم كل التقدير والاحترام. هو الموضوع بقى ان جه في 2010
قابلتني كابتن هالة. كابتن هالة دي هي المؤسسة لفريق اسكندرية للتنس. اخدتني فكنتوا الاثنين يعني بقينا ثلاثة يعني كريم اسكندراني بقى احسن يعني ناس. عندك مشكلة معاهم؟ لا ده انا بقى عايز اقول لك على حاجة بالعكس، انا بتكلم في حاجات بفتحها يعني كلام ما اقول مثلا طلعت، وانا مش عمري ما انا ما عنديش اي روتس اسكندريه بس اقول طلعت مصطادوره بقى من لا والله انا بقولها غصب عني، والله مصطادوره من قوي قوي يعلق عليكم ونزلت ولبست ايوه والله انا بفتح الكلام بيفتكروني اسكندرانيه، هي كده لساني ما اعرفش يعني. ف يلا الحمد لله يعني الحمد لله حضرتك في اسكندريه بس طبعا الحمد لله كنت اول واحد في عنده 10 سنين يكسب بطوله مركز ثالث. ما شاء الله عبد الرحمن، انت اصلا بس اتمرنت تقريبا سنتين حاجه زي كده او ثلاثه. واو ما كانش حد بيرضى يمرني يعني، هي كابتن هاله برضو فضلت ورايا وهي معتبراني زي ابنها وفضلت ورايا يعني، هي برضو ليها عامل الصراحه ان انا اروح واجي من التمرين، ان جت وقت والدتي مش عارفه توديني التمرين عشان اخواتي برضو من مدارس وكده، فانا عليها مسؤوليه طبعا بتكون. فكابتن هاله الصراحه كانت ورايا ان انا طفل عنده 10 سنين ينزل ويركب مواصلات ويعدي سكه لوحده عشان يروح التمرين. من هنا بدات بقى قصتي. انتوا بتتمرنوا فين في اسكندريه بالمناسبه؟ والله هو نادي الصيد يعني مشكورا هو فتح لنا ان احنا نتمرن عنده مجانا يعني بدون ايجار ملعب بدون في الموضوع دوت يعني، هو شكرا ليه جدا يعني. احنا اسكندريه دورنا كتير على اماكن ان احنا ننزل نتمرن فيها، طبعا معظم الناس ومعظم الانديه حتى النوادي القائمه دلوقتي ما فيهاش مثلا مساحه للرياضه دي في نادي سبورتنج نادي سموحه، بس هم رافضين. نادي السيد عندنا ولا فين؟ نادي السيد اسكندريه. في فرع في اسكندريه انا مش عارفه. اوكي هم رافضين، بيقولوا ان الكراسي بتبوظ لهم الملاعب وكده، لكن ده يعني بس هو الموضوع وهمي يعني. الموضوع وهمي، هم بس هم مش قابلين فكره ان مش عارفين ان احنا بنحقق. هو محدش شايفنا ومحدش عارفنا، محدش بيسمع عننا، فالموضوع بيضايق شويه طب ما حدش شايفنا ومحدش عارفنا، دي ممكن تتقال على الجمهور بشكل عام، لكن في انديه رياضيه ما بيبقوش عارفين ايه الانجازات الرياضيه اللي بتتحقق. احنا تعبنا جامد. اغلب ان هم بيبقوا خايفين على الملاعب بتاعتهم يعني، هم الناس متصوره ان احنا علشان بنلعب تنس بالكرسي ان الكرسي هيبوظ الملعب. لكن ده مش هو بالمناسبه برضو فرصه نعرف الناس برضو هو ايه الاختلافات بين التنس الارضي العادي والتنس الارضي البارالمبي. هي الفرق حاجه واحده بس، ان احنا عندنا الكره بتنط نطتين بس. لكن هي نفس الرولز نفس لكن كل مساحة حاجه، الملعب والليت ما بيتحسبش، الليت بيتعاد. أوكي. لكن نفس المساحه نفس الرولز نفس كل حاجه، كل بس الكره تنط نطتين بس. يمكن احنا كمان اصعب من الاسواق، ان احنا عندنا ان احنا بنتحكم في كرسي طبعا كرسي ومضرب وتركيز عالي جدا يعني، احنا بنفكر بطريقه عاليه يعني. احنا بنشوف الاسواق كلهم ان هم بيلعبوا باسماء نوادي كتير يعني، انا بشوف نوادي كتير. بص ممكن نجيب الفيديو في النص يا جماعه عشان برضو يكونوا شايفين واحنا بنتكلم يشرحوا لنا اكتر. بص احنا معانا فيديو اوريدي شايفينك وانت بتلعب. لا طبعا دي اصعب على فكره، انا كنت بلعب تنس في نادي السيد بس القاهره. انا بالنسبه لي اللي انا شايفاه ده اصعب بكتير. طبعا اصعب طبعا بكتير فاهم، عشان يلعب الكوره لا طبعا صعبه، مش سهله ابدا الموضوع. لا صعب وعايز سرعه وعايز الكره بس بتنط نطتين، لكن هي نفس الرولز نفس الملعب نفس المساحه نفس الشبكه. انا عايز افهم هتبوظوا الملعب في ايه يعني؟ لا خالص، هي عجلتين بيمشوا يعني مفيش اي ضرر اصلا يعني، عادي جدا يعني خالص يعني عادي جدا. طب ما تواصلتوش مع اي حد ممكن يحل لكم المشكله دي على الاقل سكندريا؟ هو انا من زمان اي حد من الوزاره اي حد احنا من زمان ما عرفناش نوصل لحد او مش عارفين نوصل لحد. بس احنا اكيد نفسنا ان اللعبه طبعا يعني صعبه شويه بالانجازات دي كلها وبالكؤوس دي كلها دي مش عارفين توصل لحد. محليه ده غير بقى ده دي محليه انا افريقيا احنا حققين افريقيا بس ما فيش حد عارف عننا حاجه يعني. حققنا بطولتين السنه دي افريقيا، احنا اول ناس في الويلي تشير تنس انا وحسن نعمل بطولات، ما حدش قبل كده عمل بطولات وعاملين بطولات صعبه. احنا بنلعب ناس عالميه 88 على العالم 23 على العالم، واحنا على فكره احنا 400 وحاجه 300 دلوقتي، دخلنا في 300 احنا دخلنا 300 كانت بطولات بره مصر ولا جوه مصر؟ بره مصر كانت واحده في بره مصر يعني. انا لعبت ثلاث بطولات دوليه واحده في دي البطوله بتاعت غانا المؤهله لباريس 24، دي اهم بطوله احنا خدناها في حياتنا. و المنتخبات اللي جنبنا دول جنوب افريقيا والمغرب ما كانوش متخيلين ان احنا نقف جنبهم على التاكو. كانوا مستغربين ان احنا كسبنا نيجيريا يعني، نيجيريا برضو كان من الناس اللي هي مؤهله ان هي تبقى في الاوائل، واحنا الحمد لله لعبناها وكسبناها. احنا لعبنا نيجيريا في شهر 2 وخسرنا منها
يعني الحمد لله كسبناها البطوله دي، فدي كان بالنسبه لنا احنا كده خلاص احنا خدنا البطوله بالنسبه لنا. والله يا بص يعني اقول لكم على حاجه، انا فرحانه جدا وانا بشوف الحاجات دي بجد والله مش مجامله، يعني ما شاء الله عليكم حاجه مشرفه جدا. دي كانت في نيجيريا، دي كانت في نيجيريا الصوره اللي فاتت السنه دي، وكابتن محمد صفوت كان اخد ميداليه فيها، يعني محطوط صورته ورا اهي. بس يعني احنا نفسنا نبقى زيهم، نفسنا ناخد الفرصه زينا زي الاسواق. احنا ما فيش تقريبا نوادي نلعب باسمها احنا ابطال، يعني احنا داخلين ان احنا ممكن نبقى ابطال عالم. شوف اقول لك على حاجه، يعني خليني اديكوا حته كده ايجابيه شويه، وبجد هتشوفوا ده، انا مش بقول كلام اي كلام او كليشيه وخلاص. في ناس كتيره بتظهر معانا في القناه هنا في البرنامج ده تحديدا، وبيقولوا كل الرسائل اللي هم عايزينها، وتاكدوا ان لازم بيكون في، انا عارفه الكلام ده، من وزاره الشباب والرياضه حد بيكون بيتابع دايما، لان احنا فقراتنا كلها رياضيه مرتبطه بشغل الوزاره. فكلامكم ان شاء الله هيوصل لسياده الوزير، وممكن كمان احنا نتواصل بشكل مباشر مع المتحدث طبعا الاستاذ محمد فوزي، راجل لطيف جدا ومتعاون جدا، ونقول له على النقطه دي بعد انتهاء الحلقه عشان حتى تكونوا موجودين، لان ده حقكم. بص انا مش بعمل لك مجامله، انت واحد بترفع اسم مصر في بطولات عالميه، لسه كنا بنتكلم عن ده، فده ابسط حاجه ليكم. فطبعا ده ممكن نعمله جدا، ومش عايزاكم ابدا تيأسوا، اصلا مش هقولكم ما تيأسوش، انتوا بالعكس انتوا اصلا بتتحدوا. اي احس كده بقى تبقى اللي نهاوند بتقوله، فرصه عظيمه تقولوا لنا انتوا عموما ايه طلباتكم بالظبط. والله هي احتياجاتكم، هو احنا نفسنا نبقى بقى لعيبه دوليه، يعني احنا الحمد لله محليا حققنا كل اللي احنا محتاجينه، ودوليا بدانا ان احنا نحقق بمجهودنا اللي على قدنا فوق المتوقع كمان. يعني احنا كان مرسوم لنا ان احنا الاتحاد بيقول لنا انتوا لو جبتوا مركز خامس انا هعمل لكم اللي ما اتعملش، خامس. احنا يعني الحمد لله مجهود صغير بعدد ساعات تمرين قليله، بعدد ايام تمرين قليله، بامكانيات محدوده، امكانيات قليله، الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نحقق 2 برونزيه في سنه واحده، فده طبعا انجاز كبير. فاحنا محتاجين اكيد نلعب باسم نادي، يعني انا لما زمايلي جم ولعبوا في النادي الاهلي وانا ما كنتش قادر، طبعا كان في شويه احباط، بس طبعا لسه عندي الامل والحلم ان انا اجي والعب بقى، بدل ما كنت هلعب كره قدم فانا ان شاء الله العب تنس ارضي في النادي الاهلي، التنس ارضي ان شاء الله. فده اللي احنا محتاجينه، ان احنا محتاجين ان احنا حد يقدر ان هو يساعدنا ان احنا نبقى ابطال زي الناس التانيه. يعني الناس التانيه هي شغلتهم ان هم بيلعبوا رياضه طبعا، بس بنقعد نتكلم معاهم، هو الشهر دوت مثلا هم بيتمرنوا اسبوع وثلاث اسابيع بطولات بره، بطولات دوليه علشان يقدر يحقق الرانك الدولي. طب. هي التنس بتعتمد على الرانك الدولي عشان اقدر اوصل الاولمبياد، هو كده اول 50 على العالم بيوصلوا اولمبياد من غير اي تصفيات ومن غير اي حاجه. وانا علشان اوصل من اول 50 لازم العب بطولات دوليه كتير طبعا، عشان اقدر مع كل المنتخب واقدر اجمع منها بوينت، فساعتها انا مش محتاج ان انا اروح تصفيات، انا كده كده ببقى مؤهل، زي مثلا الناس بتوع جنوب افريقيا والناس بتوع المغرب هم اصلا جايين البطوله كده، هم متاهلين. طب انتوا السفريات اللي عملتوها دي كانت على حسابكم الشخصي ولا كان في دعم؟ كان في دعم. هو السفريات احنا جينا في 2019 و20 ما سافرناش، هم مش مقتنعين باللي موجودين، وقالوا ان هم ما بيحققوش ومش شايفين، فقعدنا 3 سنين ما بنسافرش. حتى انا وحسن كنا ناويين ان احنا نبطل تنس. يا وصلتوا للمرحله دي؟ الموضوع كان صعب جدا، خلاص عملنا ومحبط. اللي احنا عاوزينه في مصر يعني محليا. كلمه هم تقصد بيها مين؟ هم كاتحاد، يعني انت ممكن برضو تبقى مقل شويه المساحه لينا. يعني انت تبقى ظهر الاسوياء، هم مش واثقين ان احنا ممكن، هو مش واثق فيك ان انت تطلع تحقق. احنا والله انا يعني انا كنت مصدوم ان انا اعرف بطوله نيجيريا ان انا مسافر قبليها باسبوع. طب هل الامور اختلفت بعد ما رجعتوا من بطوله نيجيريا دي وانتم محققين الانجازات اللي انتم حققتوها؟ الرؤيه اختلفت للاسف. ما كانش في حد على تواصل معانا، ما حدش استقبل، انا كنت متوقع ان حد هيجي في المطار يستقبلنا وحفل تكريم كبير. انت عملت مع فرق تانية كانوا معانا في نفس السفريه، يعني انا وعبد الرحمن نازلين من المطار عادي، نزلنا من الطياره خدنا العربيه ومشينا. بعديها بكام يوم كان في فريق تاني، طبعا اللعبه الجماعيه طبعا هي اللي واخده حقها عامه في مصر، يعني الناس التانيه مستقبلينهم في المطار بورد، الله، اتوبيس مكشوف ولف بيهم في القاهره. طب يا جماعه احنا محققين نفس الانجاز اللي هم محققينه طبعا. طب ايه ده، غريبه جدا بالظبط. فطبعا الحاجات دي برضو موضوع بيبقى فيه شويه طبعا، لو في اهتمام بس شويه ويركزوا معانا شويه والله احنا هنعمل. احنا والله انتوا عاملين بالفعل، مش لسه حتى ده كده ولا حاجه.
طب ورئيس الاتحاد تقصد مين؟ استاذ علي شعبان ولا مين؟ انا عايز اصدمك ان انا مش عارف حد. مش عارف الاسم. لا ده موضوع كده كبير. على فكره الاجابه دي بليغه جدا توصل لك الصوره. كده مفيش كونكشن اصلا. كلاعب انا يعني انا بشكر طبعا نادي السيد ان هو موفر لي ملعب انا بروح اتمرن وخلاص. انا يعني انا واحد بنزل اتمرن وانزل بطوله محليه عادي جدا. البطوله المحليه كلها انا المسؤول عنها. ما حدش مسؤول عنها. إيه؟ ان انت المتكفل بالتكاليف. لا هو الاتحاد بيوفر لي اقامه. الاقامه بس. الاتحاد بيوفر لي اقامه. اسكندريه والبطوله بتبقى في القاهره ممكن تقعد يومين وثلاث ايام فهو الاتحاد بيوفر لنا اقامه. انا كسفر وكده انا متكفل بيه ما حدش متكفل بيه كله انا المتكفل بيه. فده قدام شويه يعني زي ما قلت لحضرتك انا كنت الاول احنا في 2019 لحد 21 احنا ما كناش بنسافر. وقلنا خلاص هنبطل تنس. وقلنا مش عايزين نلعب اللعبه تاني عشان شفنا دول كتير بتطلع واحنا زي ما احنا. طب ليه؟ احنا نقدر ان احنا نوصل. احنا طلعنا نيجيريا جبنا برونزيه ما حدش سمع عننا. قلنا ماشي احنا تاهلنا لغانا. غانا مؤهله لباريس 24. ده الموضوع يعني وصل اولمبياد باريس او باراليمبيكس. انت عارفه اللي هم بيقولوه ده هو الترجمه العمليه للي انت كنت بتتكلمي فيه في الجزء الاول في الشهر تقريبا وبالذات في حلقه النهارده في الجزء الاولاني بتاعت عشان ما يروحوش لحد ومش ما يروحوش. فاكره الجزء ده من الكلام او يحبطوا ويبطلوا بقى. صحيح. بس احنا اكيد مش عاوزين كده يعني احنا مش عايزين ان احنا نروح لحد نلعب باسم حد تاني وكده. احنا عايزين نلعب في مصر عادي باسم مصر طبعا بلدنا ده حقك الطبيعي يعني بس يعني شويه حد يشوفنا بس يعني لما نلعب مثلا باسم نادي كبير النادي دوت هيقدر ان شاء الله ان هو مثلا يرعانا يقدر بقى ان هو يخليه في احتكاكات شويه نقدر ان احنا نسافر نقدر ان احنا نعمل نعلي الرانك بتاعنا. احنا في بطولتين بس وصلنا في 300 رانك. طالما الاتحاد على الاقل اضعف الايمان بيوفر لكم مثلا الاقامه لما تكون البطوله بتتلعب في مكان تاني غير اسكندريه وبيوفر لكم الاقامه وتذاكر السفر لما بتكونوا بتلعبوا بطوله بره البلد كلها معنى كده ان في شخص ما على الاقل انتوا بتاخدوا وتدوا معاه او بتتواصلوا معاه. كابتن هاله هي كابتن هالة في اسكندريه بتتواصل مع كابتن شيماه في وكابتن هالة متطوعه في الاتحاد يعني بالزبط. هي بدون مرتب يعني هي اصلا معنا. يعني هي مش مسؤوليتها ان هي تبقى معانا دي شخصيه هي شخصيه يعني جميله جدا جدا انا حبيتوني ان انا اتعرف عليها والله فعلا والله هي بس يعني يعني تحياتنا ليها بصراحه شخصيه يعني كده محترمه. انا بقول لحضرتك هي معايا من 2010 هي ما سابتنيش غير لما طلعت جنوب افريقيا وانا عندي 14 سنه واخدت برونزيه برضه محدش عرف حاجه عني ونمت لمده 2022 وطلعت 2022. بص يا عبد الرحمن بص يا حسن بصوا بقى صلوا بينا على النبي صلوا بينا على النبي. يعني بجد اللي انتوا بتقولوه ده يحزننا لكن انا هخلينا ايجابيين شويه. انا قلت لكم ان بعد الحلقه هنعمل مكالمتين ان شاء الله ويكونوا موفقين. انا بقول لكم على الحلقه انتوا معانا اخر البرنامج يعني فان شاء الله نقدر نساعدكم لان ده دورنا برضو كاعلاميين. والحاجه الثانيه من خلال المنبر الاعلامي المحترم قناه الاهلي و10 الصبح في الاهلي انا اعتقد صوتكم كده هيوصل كده الناس هتسمع اللي انتوا بتقولوه فهيبقى في يعني استنكار للاحداث وده ربما برضو يبقى ليه انعكاس كويس. فما تقلقوش من الحته دي ان شاء الله خير وهنبقى على تواصل كده حتى ممكن اديكم رقمي انا وكريم. ده شق. الشق الثاني بقى اللي خلينا دلوقتي في الايجابيات ايه البطولات القادمه وفي نفس الوقت انا عايز اعرف عنكم اكتر لان انا بحب لما يبقى عندي يعني انا وكريم نماذج ناجحه نعرف اكتر الحته البيرسونال بقى انتوا اصلا بتشتغلوا مع اللي انتوا رياضيين ولا لا يعني هو انت مش خاطب مفيش دبلة. لا انا في كليه ندور لك بقى على حد بس خلاص كده عروستك عندي. انا في كليه تجاره موضوع انا طالب انا حد عاشق للرياضه والله يعني باين من كلامك. انا من يمكن ممكن اكون انا كليه ممكن ما كنتش مديها حقها زياده عن اللزوم مدي الرياضه اهميه اكبر بكتير جدا يعني زياده عن اللزوم. انا عايز ابقى حاجه معلش انا وحسن احنا كنا بنتمرن بنيجي على نفسنا ننزلوا على البحر نجروا يعني 10 كيلو ولا 12 كيلو عشان نزود اللياقه عندنا والله بدون امكانيات وبدون ملعب ان احنا كان بيتوفر لنا نص ساعه بس تمرين نص ساعة ونص ساعة يعني مش كتير برضو ومش كافية بس برضو أنا بشكر نادي السيد عليها. بس أنا نفسي يعني ألاقي اهتمام أكتر من كده. بس أنتوا مش بنتكلم عن هواة يعني بيطلبوا اهتمام دول أبطال يعني طبعا. أبطال حقيقيين. أنا بحب أن أنا أناشد كابتن محمود الخطيب وان انا نفسي ازور النادي الاهلي وامنية حياتي من زمان ان انا مشجع جدا يعني انا انت ما رحتش ولا مره النادي الاهلي؟ لا انا على طول بحضر ماتشات وبنزل تحت ومره كابتن حسام غالي قالها لي
قالها لي انت ما تروحش تقول لحد انا عايز العب باسمك، هو هيجي عليه اليوم وهيجي يقول لك انت هتيجي تلعب في المكان ده. فانا بشكر كابتن حسام غالي ان هو برضو يعني هو قالها لي مره جميله وداعمه دايما انا بس مستوى يعني شخصي كلنا بنحبه طبعا فعلا. بس يعني هو هزني ساعتها وقال لي الكلمه دي، والصراحه انا اشعرت ساعتها. وطبعا الشعور ان انت واقفه في الاستاد، انا بقعد طبعا تحت في جنب الدكه، ف انت بتسمعي صوت الجماهير يعني شعور جميل طبعا. جدا جدا. فانا نفسي بس ان انا اخش نادي الاهلي وازوره، يعني دي امنيه من امنياتي. انت راجع اسكندريه النهارده ولا بكره ولا ايه؟ بس ممكن نوديه بعد الموضوع مباشره يعني. يلا بينا مباشره. يلا مجرد انتهاء الحلقه يعني وناخد معانا ابو علي برضو، مش هنسيبه لوحده ماشي، يجي برضو ينور الدنيا. برضو عندنا ان شاء الله بطوله في شهر 2، هي ان شاء الله غالبا هتتلعب في المغرب، هي برضو مؤهله اولمبيات، فهي في شهر 2. فطبعا احنا لسه ما بدأناش تمرين وما بدأناش معسكر ليها وكده. احنا ناخدكم معانا النادي الاهلي وانتوا تاخدونا معاكم المغرب ان شاء الله. يلا نظبطها على كده. انا موافق. بس فطبعا احنا بقى يعني ديت اهم بطوله دلوقتي جايه لنا، ان هي بتاعت شهر 2 ديت. احنا دلوقتي يعني يعتبر في شهر 11، فان شاء الله دي اللي هنبدا اللي احنا نستعد فيها. فطبعا نتمنى ان احنا نبدا نستعد للبطوله بتاعت شهر 2 ديت واحنا في نادي، يعني نتمنى طبعا نكون في النادي الاهلي على نقدر ان احنا ساعتها نكون عملنا فتره اعداد كويسه، قدرنا ان احنا نروح ان شاء الله ونقدر ان احنا نحقق فيها حاجه. يعني دي اهم بطوله ان شاء الله جايه، يعني في شهر 2 يعني خلاص كلها بالظبط، يعني يا دوب ده يا دوب يا دوبك نبدا نستعد يعني ونتمرن ليها. طب انت عبد الرحمن بيدرس لسه، انت خلصت اكيد؟ انا مخلص معهد فني حاسبات ومعلومات، ومعايا عربيه بتاعتي بشتغل بيها في التوصيل يعني وكده. ما شاء الله عليك يا حسن، والله العظيم يعني والله العظيم حاجه مشرفه ونموذج. انت والله لا ايه ده يعني بكلمك بجد، هقول لك على حاجه. انتوا يعني اولا لما انت بتحكي لي 10 سنين وكنت بتروح وبتعتمد على نفسك وبتروح لغايه التمرين، يعني اللي هو بيعمله راجل وهو عنده 10 سنين صحيح. دي حاجه، وانت صحيح. ما شاء الله بطل، وفي نفس الوقت بتساعد نفسك بكل الامكانيات اللي عندك. يعني ما بقدر طبعا يعني والله العظيم انا عايزه اشكر اهاليكم بجد، يعني لو هم اكيد بيتابعونا يعني والله حقيقي شكرا. وانتوا فعلا عرفتوا تربوا نموذجين محترمين صحيح. يعني مصريين بجد شكرا. تحيه لحضراتكم جدا يعني شكرا. بس يعني وطبعا اشتغلت طبعا كذا شغلانه تانية، بس دلوقتي ديت اللي انا شغال فيها، بحيث ان انا الوقت التمرين اقدر ان انا ما ابقاش شغال واقدر ان انا اروح اتمرن. بالظبط. تلاقي وقت خطيبتك بقى في وسط المطحنه اللي انت فيها دي كلها. بس عشان شايفين طبعا. بس والله يعني الواحد بيكون غصب عني عشان الشغل والتمرين وكده، فاكيد طبعا بيبقى في تاثير من الناحية التانيه. بس طبعا الناس يعني الحمد لله فخوره بيك، مفيش شك انها فخوره وسعيده بيك. طبعا انا احب اشكر والدي، والدي صياد ما شاء الله. انا احب اشكره ان هو على قد الامكانيات اللي معاه ان هو طلعني كده وفضل ورايا ان انا العب رياضه. ان انا طبعا لو ما كنتش هو ورايا وانا طفل طبعا وقال لي العب رياضه، ان هو كان مجرب ولعب رياضه، هو كان كمال اجسام، فهو ساعدني جدا وجعل نفسه جدا لدرجه ان هو كان ساعات ما لا يقول لي لا هتروح. طب بابا معلش انا معيش، لا خد. مقلوله الناس دي يعني الاهالي دول سند لينا كبير طبعا. طبعا احنا يعني احنا طلعنا من حاجه صغيره جدا، طلعنا عملنا اللي نقدر عليه. لو حد معانا طبعا الحته انا طبعا انا بقول والله انا مش هخذلك، مش 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 هخليك في مره تيجي تقول لي انت ما حققتش. لا انا يا ابني ده انت مشرفنا احنا شخصيا، ما بالك الوالد يعني. انت متخيل شعوره بيك دلوقتي عامل ازاي؟ احنا فخورين بيك جدا اصلا. وابو علي كمان شكرا جدا لحضرتك حقيقي والله حقيقي. في نماذج كده لازم تبقى قدوه، هدي اللي يتقال عليها بقى ايه يعني. الشخصيات اللي زيكم هم اللي يستحقوا يكونوا ترند بالمعنى الحرفي للكلمه. والله لان احنا عندنا في الفتره الاخيره الاوضاع مقلوبه ومعكوسه 180 درجه، واللي يستحق انه يكون ترند مش هو الترند، والعكس الصحيح هو اللي حاصل. صح. فاستنونا بقى لغايه نهايه الحلقه، وفي فقره كمان وبعد كده نروح النادي الاهلي. يا هنشوف بقى يعني. والله ممكن لو عايز، على فكره انا عند كلمتي، لو عايزين تروحوا ممكن اوديكوا النهارده. عايز تروح الجزيره ولا الفرع اللي هنا في زايد؟ عايز اتصور مع كوس افريقيا. طب بجد انتوا طياريتكم يعني اعرف عربيتكم. استنونا فقره كمان. طب هنتكلم في ده بس استنونا. عادي انا مستنيك حتى لو بالليل ثلث ساعه بس. النادي الاهلي ده عندي يعني كيان، كيان وحلم. انت مجرد ان انت بتشتري التيشيرت من اي ستور لا انت
تيشرت نادي الاهلي برضه فخر طبعا. لا ان شاء الله كده في يوم من الايام تلبسوا تيشرت النادي الاهلي يعني. اتمنى انا على المستوى الشخصي ده باذن الله. نورتونا عبد الرحمن وحسن، وزي ما اتفقنا استنونا ان شاء الله تلت ساعه ونجيلكم ان شاء الله. ان شاء الله.